إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طبعا قلنا روايات من آل البيت سلام الله تعالى عليهم زد يدلاء القائم عليه السلام يأتي بأمر جديد، يأتي بأمر ضل عنه الجمهور، يعني بمعنى قائم سلام الله عليه في آخر الزمان قلنا على من حرف في ربتدو زيولدن طريق محمد وآل محمد بريولد علم تنين شخبط بقائم الزارين دون دارر إلى هذا الطريق. وطبعا قالن دا قاتر مزبر شيء يانن دين دا بأمر جديد كتاب جديد بشيء مذكور دو كتاب لارمز دا مذكور دو وإلا قالن دا برسبريين قبر إشي قاترن دا كم ستقبل إليه مزمون لأنه دربو من الثواب الداق في الدين الإسلامي. يعني مثلا سيلشان دا في التبليغ سيلا شرسة شوخنا ديرسي بيغمبر صلى الله عليه وآله صال دا أولان دا وصياسنا دي بعد 12 إمام ومن بعدهم 12 مهدي، يعني عدد الآئمة ناخد والدا 24 إمام. قال الرزارن حالة استغراب، يعني شوخنا سيلا رسي دير يابا كمين صور سي صور شخبر أمي دان صور شارعته شخو شوختان صور نيشة إمام دا ونك إمام دا وحال العامة من الناس. أما حال العلماء اختفي لي علماء من ناقش على طاولة الحوار العلمي بموضوع خضلاء وإن كان فيه اختلاف آراء ورشنده، ولكن قال بس ألغمز ندنا ألغمز روايتين. يعني قالت رندد الدعوة اليمانية الإمام أحمد الحسن عليه السلام دي عند أجر مدرتي مموار بقال من خلال روايات. فالروايات قال ده زي 3 صنفة اتش شكل قال روايات. مرة ذكر الإبزاء أن عدد الأئمة 12، ومرة ذكر الإبزاء أن عدد الأئمة 13، ومرة ذكر لي أن عدد الأئمة 24 إقرم دور تيمان ده. ولكن دا الله غزن بخارق قرق هل تناقض ور من نار نطلارن ده أو سيوخ.